حرام عليك يا غاده، قافله تليفونك ليه بس؟ هو ده وقته؟ ايوه يا ست غاده، خليك معايا، انا داخل القسم اهو، خليك معايا يا ابني. ساعتين عشان تجيب لي حته محضر ما تخلص. بس هو بيزعق الواحد معاه الباشا. الحقني يا سعاده الباشا، الحقني يا باشا، الحقني يا سعاده الباشا، الحقني يا سعاده الباشا. وانا لازم ارد؟ ما انا هلحقك. اتفضل اتفضل. انا يا باشا كنت راكب في امان الله العربيه بتاعته، كانت جنبي غاده اللي هي المذيعه ديت، فوقفت عصابه كده واخد بالك، راح تقطع علينا وراحت ايه عايزه تخطفها. هي هم خطفوها، بس هم خافوا مني في الاول. يا رب تديهم التليفون. بحكي لسعاده الباشا الموضوع من اوله، اهدي عليا شويه. بتكلم مين؟ المخطوفه. سلم لي عليها، اقول لها احمد. احمد باشا بيسلم عليكي. انا ما كنتش في الاول مصدق انها اتخطفت بصراحه، لان انا كنت اعطيها ظهري. لولا الواد عمرو هو اللي اخد باله. عمرو مين؟ ابن المخطوفه. ده بيقولوا له في المنطقه يا ابن المخطوفه. لا دي هتتقال له بعدين، عشان هي مخطوفه من ساعه، لسه الموضوع ما تسيعش. اخلص اخلص وديهم التليفون يا قرموطي. يا ساتر يا رب، ايه الاستعجال ده؟ مش بفهم سعاده الباشا، خيط عليا شويه. مش كده يعني، خد يا سعاده الباشا كلمها قول لها الو التليفون ما بيكتبش. معاك الباشا، معاك الباشا. هي المخطوفه. الو صدقتنا سعاده الباشا؟ ايوه بس بقى مفيش حد. يا ست غاده هتنزل هي لما يا ست غاده. أنا آسف يا سعادة الباشا، ده لسه كانت بتكلمني دلوقتي. لا حول ولا قوة إلا بالله، يكون الخط بتاعها قطع. ما ممكن يكون التليفون بتاعها كارت مش خط لا مؤاخذة، وأنت عارف الكارت دلوقتي 130 جنيه، تاخد منهم 30 جنيه غير الضريبة المضافة بتاعة 340 جنيه، اخصمهم من 17,000 هيفتح حسابها. فأنا مش عارف سعادتك بقى هعمل إيه بالظبط. أنا دلوقتي كنت بكلمها وهي قالت لي خش للظابط عشان إيه، وكانت بتكلمني من مقر العصابة. الله، هي العصابة ليها مقر؟ ايوه هي كانت بتكلمنا من المقر بتاعها. ومصوره العصابه، هي مصوره جريمه قتل على الكاميرا ديت. واخد بالك، وممكن نشوف فيها افراد العصابه فرد فرد. يا ريت، يلا فرجني. بس هي لا مؤاخذه البطاريه ضعيفه ومفيش شحن. فلو في عند ستك شاحن كاميرا، وبعدين اتفرج عليها على تلفزيون كبير عشان الشاشه هنا صغيره. لو عندك سلكه دي اتش ال اف اكس ان ديت بثلاث سلوك، سلكه حمراء سلكه زرقاء سلكه قطر، وبعدين نوصلها على اي تلفزيون ونقعد نتفرج انا وانت ونشوف الموضوع ايه بالظبط. بص قدامك يا حبيبي، ما تبصلوش لا تلقط، بص قدامك مش ناقصين. اتفضل يا فندم. معلش، وانا ليا سؤال. اتفضل يا باشا. يا رب ما يوتركش يعني، هي ازاي مخطوفه وبتكلمك في التليفون؟ صح؟ ما شاء الله عليك يا باشا، عليك سرعه بدينه تتحسد عليها والله العظيم. لا ده انا عاجبك قوي. هو انت شايف فاكر الشيرز ده جاي من فراغ؟ يبقى انا حاسس ان غاده ديت بتعمل الحوار ده عليا عشان ما تدينيش حق الكاميرا ال 3000 ونص اللي هم حقي. فانا دلوقتي حاسس ان غاده ديت بتنصب عليا. طب هي مخطوفه ولا بتنصب عليك؟ انا واقع في عرضك يا سعاده الباشا عشان تدلني بقى على الموضوع ده. النمره اللي بتكلمني منها موجوده دلوقتي، فانت سيادتك تاخدها تتصل بيها. لقيتها مخطوفه دوركوا كشرطه تروحوا تنقذوها، لقيتها مش مخطوفه يبقى بتحور عليا عشان تاكل مني حق الفلوس بتاعتي وما تديهاليش. فانا عايز دلوقتي اعمل لها محضر تبريد وانكار. محضر ايه؟ تبريد وانكار، لانها بتنكر انها بتتبرد عليا. انا عايزك تحط نفسك مكاني. اتفضل يا باشا. انت دخلت ما بقالكش خمس ست دقايق، عملت لي 28 قضيه، قلت لي مذيعه مخطوفه، خد كلمها في التليفون، ما لقيتش حد. انا ما لقيتش حد. ايه انت؟ احنا حبايب. لا اتفضل سيادتك، احنا في خدمه الشعب. لا طبعا انا حبيبك، بس ما تتعصبش. لا مفيش عصبيه ولا اي حاجه. خلاص شويه وقلت لي عمرو ابنها ابن المخطوفه، اللي هو مش هيتقال لها ابن المخطوفه دلوقتي، اللي هو لسه مخطوفه من ساعه. ايوه بعدين بقى هيتقال لها مخطوفه والكلام بتاع. سيبنا بموضوع التليفون، قلت لي الكاميرا، قلت لك عليها جريمه قتل وعليها فضل العصابه. طب يلا نتفرج. صح. قلت لي قطع شحن. ايوه والله، ودي اتش ال واس اف ان. ما شاء الله حافظ كل حاجه حبيبك. عيب الله. هو اول مره دي؟ تاني مره؟ تالت مره كده يعني؟ سامحني مش فاهم حاجة. لا لو مش فاهم حاجة أنا ممكن نعيد يا سيادتك من أول وجديد واحدة واحدة. ها يا هانم، لسه برضه مش عايزة تقولي مريم فين؟ معرفش، هي مختفية بقالها كذا يوم. طب والكاميرا؟ معاكي ولا معاها؟ معرفش. أنت كل حاجة معرفش معرفش. مش عاوزة تروحي ولا إيه؟ لا، تروح فين؟ ده احنا كده هنضطر نجيب الواد ابنها ده اللي اسمه عمرو. يا ابو صلاح ابني. ايوه ابنك، عشان ما وحشكيش يا هانم.
هو مش برضه مدرسته في اكتوبر واللي بتطلع الساعه 2؟ جايز لما تشوفيه تفتكر الكاميرا فين. ابني ملوش دعوه باي حاجه من الموضوع ده. كان ظهري للعصابه. استاذنك لو فيها اساءه ادب. ايوه يا باشا. اطلع بره. اطلع بره منين؟ بره الاسم. انت عايز نمشي يعني خالص؟ يا ريت اطلع بره. وبالنسبه للغدا مش اشكال يعني. طب يا حاضر يا باشا. اتفضل حاضر. يعني انت عايز نخرج بره خالص؟ بره. استغفر الله. عصبي قوي الباشا بره، مش فاهم يا عيني ايه عصبيته دي جايه من ايه؟ لا تكون محضر ناس دي ولا حاجه، انا مالي يا عم؟ ما تولع الدنيا بالليل. الو. الو. ايه يا ست غاده؟ بقول لك الو من الصبح ودخلت للظابط والظابط قال لك الو يجي اكتر من 10,000 مره وانت ما ردتيش. في ايه مش فاهم انا؟ طب كويس ان انت في الاسم. انا عايزك تركز معايا شويه، عايزك تخش للظابط اللي جوه وتقول له ان هم عايزين يخطفوا ابني. وبعدين في اليوم ام الاسود ده بقى يعني؟ يعني هي تتخطف ايوه يا ست هانم. وانا اعمل ايه؟ انا اعرف اخش للظابط تاني؟ اخش له بانهي وش؟ ده رمى في وش الورق وكان هيسجنني وهيموتني دلوقتي. ارجوك يا قرموطي ابوس رجلك، عايزك تلحق عمرو قبل ما العصابه تخطفه. لا حول ولا قوه، انا لو شغال دادا عند عمرو ما يتعملش فيا اللي بيتعمل ده. طب انا لو رحت عند عمرو والواد طالع من المدرسه وقال انا جعان يا عم ولا حاجه هعمل ايه؟ ما انا معيش فلوس برضه، كل ده هيزيد على الحساب عشان انا برضه ما اتاذاش يعني في الليله ديت يا ست هانم. ربنا يخليك وانت يا ربنا اللي وقعني في الغبي ده. حاضر حاضر يا ست هانم. لما شفت كان يوم اسود، يوم ما شفت هي عربيتي راحت. اجري شويه يا اشرف، الوقت فاضل له 10 دقايق واخرج من المدرسه. ممنوع تركن هنا يا بيه. يا عم اهدى عليا، في عيل هيتخطف. اسكت بقى يا بيه. ركنه هنا ممنوع يركن في ايدك. ركنه يا عم هو في ايه يا بيه؟ ركنه هنا ممنوع يركن في الشارع. اتفضل يا باشا. حصل لو في حصحصه كان ارمط يركن. الله يسامحك يا باشا. لازم كله لازم يا اما ايه يوقفوا لنا المركب ازاي؟ اكسر يمين يا باشا، اكسر عجلك كله يمين. بيظهروا لنا منين؟ انا ما اعرفش دول بيظهروا منين. اكسر يا باشا يمين. يا باشا يمين يا باشا. ولا انت الشايف بتاع المنطقه؟ ايوه يا باشا. خد المفاتيح جوه بقى اركن انت براحتك. ماشي يا ريس. وعايز اخبطك. هو مش تكلم من الكانتين جدا، السندوتشات مش حلوه خالص. وانا فعلا بجد انا بجد ده حقيقي. ما في كده في كده في كده في عيال يا ابني هيتخطف. انت حاسس بحاجه؟ يا عمرو ولا جاكيشان. ابو ارمط احسن من فدام. صلي على رسول الله. يا مامي يا مامي عايز مامي. كنت هتلبس يا ارمط. العربيه كانت هتخش بوس في بوس. باينه قدامها ايه يا عجيب اس؟ مش ده ارمط يا فندم؟ احنا ماشيين ورا مين؟ سالش. حاضر يا فندم حاضر يا فندم. حد يحلع على الراجل ده. والله وعديت يا ارمط. حبيبي وادي الليله السودة. Thank you.
يا ربي يا رب عن اللي حصل لي النهارده يا ربي. ده الا وما انت ورايا ورايا حسبي الله ونعم الوكيل فيك. كان يوم نحس يوم ما شفتك. مش فاهم بتطلعي لي منين. الو الو ايوه ست غاده طمني عمرو فين؟ لا اطمني ان شاء الله عمرو 10 دقايق كده ويوصل بالسلامه. طب الحمد لله 10 دقايق ويوصلك. لا يوصلك انت. ما انا مش عارف اجيبها لك ازاي. عمرو اتخطف يا ست غاده. ايه اتخطف؟ ما انا بحاول امهدها لك علشان ما تروحيش فيها. الو ست غاده يا غاده هاني راحت فيها. طب انا اعمل ايه يعني؟ شحططه واتشحطط، اكشن واكشنت، جري ورا عصابه وجريت، اعمل ايه اكتر من اللي انا عملته؟ قصرت في ايه؟ وكمان البطاريه قربت تفضى. ايه دي الليله السوداء يعني؟ لا هتعرف تتصل بيا ولا انا اتصل بيها. مفيش اي شاحن هنا. ايه ده يا ليله سوداء؟ طبنجه. ايه دي الليله السوداء؟ انا سرقت عربيه ضابط؟ يعني انا سرقت عربيه ضابط شرطه بالمسدس الميري؟ وانا كنت عاوز شاحن لقيت الشاحن وفي مسدس وسرق عربيه ضابط؟ يعني 25 سنه قفل يا ارمط. العب يا هانم. هتقولي فين الكاميرا ولا نسأل عمرو؟ عمرو عمرو يا حبيبي، عمرو يا حبيبي وحشتيني وحشتيني قوي. هنقول نسأل عمرو يا ابو صلاح. ابني ملوش دعوه باي حاجه، حرام عليك. ابني ملوش دعوه باي حاجه زي ما قلت لكم قبل كده. خلاص خلاص. فين الكاميرا؟ الكاميرا الكاميرا كان المفروض اقابل مريم في المول الساعه 3. مول ايه بقى؟ ولا اقول لك بلاش تحكي، انا عايز اسمع صوتك لايف وانت بتحددي المكان والميعاد مع صاحبتك اللي اسمها مريم دي بنفسك. حاضر. وقسما بالله لو حسيت باي تغيير في صوتك او اي حاجه ليها معنى تاني لحفرتك لك نفوخ الواد ده. ابنك يا الدلع عادي. غاده انت فين من الصبح بكلمك تليفونك مقفول؟ بعدين بعدين هقول لك على كل حاجه. عارفة المول اللي كنا هنتقابل فيه؟ آه طبعاً عارفة المول. أنا بس بأكد عليك الميعاد. خلاص حاضر، 3 بالدقيقة هكون هناك. تعملوا إيه؟ قفشتوك يا حرامية يا ولاد الكلب، انتوا اللي بتسرقوا الفلاشات من العربيات، حرامي! ألو؟ أيوه يا قرموطي. ست غادة، الحمد لله، الحمد لله على السلامة، الحمد لله إنك لسه عايشة، وأمورينا يا ست غادة. الحقني، دول هيخطفوا مريم كمان. لا ما هو مش كل ربع ساعة تكلميني تقولي لي إن في حد هيتخطف، يعني أنت لو بتكلمي سبايدر مان مش هيبقى كده، اسمعي يا بنت الناس، أنا هديكي نمرة أيرون مان. حبيبي وصاحبي. انا جايه تبع ارمط مان، هيعمل معاك اخر واجب وهيعمل معاك كل الصح وتخلصين انا من الموضوع ده، عشان انا مش كل ربع ساعه انا حاجه ولا حد بتخطف. معلش على بتتكلم يعني. اسمعني بس يا قرموطي وركز معايا، لو وصلوا لمريم هيقتلوها بعد كده يقتلوني انا وابني. كل اللي انا عايزاه منك ان انت تحاول توصل لها قبل الساعه 3 وتديها الكاميرا. يعني انا لما اروح لمريم عدم المؤاخذه يعني هتديني الفلوس على طول ولا هروح الاقيها اتخطفت هي كمان؟ ما تقلقش هتدي لك كل اللي انت عايزه، كل الفلوس اللي انت عايزها. حاضر يا ست، 10 دقايق ان شاء الله واكون هناك وهديها الكاميرا وتديني الفلوس عشان اطمن. انا راخر باذن الله، اطمن الكاميرا هتوصل لها. وانت بتكلمي مين يا اموره؟ الو 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 اه اه عمرو يا ماما انا هنا. انت فين يعني يا ماما؟ انا
تخافش انا هنا يا حبيبي، ما تخافش. ابعد يا عمرو، ابعد ورا. مأمورين. تعال ما تخافش. تعال. تعال. ما تخافش يا حبيبي، انزل. يلا يا عمرو. يلا. اجري يا حبيبي، اجري. مش عيب تهربي قبل ما تطمني عليا؟ ايه ده، في ايه؟ خد الواد ده دخله جوه. ما تخشش يا حبيبي. يلا ما تخشش يا حبيبي. يلا خش. يلا يا حبيبي. يلا يا عمري ما تخشش يا حبيبي. اربطي اربطي. مريم اديت لغدا الكاميرا؟ مش غدا اتخطفت. غدا اتخطفت ازاي؟ ما هي لسه مكلماني الصبح وهي بتوصل عمرو المدرسه. انت ما تعرفيش، ما عمرو كمان اتخطف. يا نهار اسود، يعني غدا وعمرو اتخطفوا الاثنين؟ امال ايه. وخلي بالك، خلي بالك علشان انت كمان هيخطفوكي. يخطفوني ازاي؟ ايه اللي طلعك تاني؟ مش مشكله دلوقتي، فهمني ايه اللي حصل. انا هفهمك كل حاجه دلوقتي، بس خليكي فوق، ما تنزليش بقى تاني. طيب ما تنزليش تاني عشان مش هنقضيها سلالم احنا. مش هنقضيها سلالم احنا. الدور عليك انت كمان، انت الخطفه الكبيره. يا نهار اسود. والله يلا ننزل بقى نتكل على الله من هنا. يا نهار اسود، في عصابه وهنتقتل، لازم نجري. نجري ازاي؟ نعمل ايه؟ لا معرفش. لازم نعمل خطه الاول. خطه ايه؟ معرفش. احتياطي. نجري. نجري. ايه ده اللي انت شايله ده؟ الجلابيه بتاعتي، الله حرميها ولا ايه؟ ارمي الزباله دي. زباله؟ اوعى تغلطي في الجلابيه دي، من الارجنتين. ده انا ميسي اللي جايبها لي بنفسه. انت غلطت. مش وهنتحبس. ليه؟ ده ظابط وانا سارق عربيته. يا نهار اسود، اجري يا قرموطي. العربيه فين؟ العربيه اهي. فين العربيه؟ العربيه اهي. طب اجري، استني اجري، استني. استنى يا ونا، ما تعصبيش امي. ضيعت الكاميرا يا قرموطي. بس بقى سرق منكم حاجه؟ لا. بس سرق عربيتي. بس ما تقلقوش، انا معايا جي بي اس، لو راح فين هجيبه للمزارع اللص. معاكم عربيه؟ شمال شمال. مفيش شمال. بقول لك ايه، البتاع اللي في ايدك ده هيوصلنا ولا انت بتهري؟ عيب يا استاذ، معاك ضابط شرطه. رد على التليفون. الو. ايوه يا ايوه ست غاده.
هي مريم معاك؟ ايوه يا ست معايا، طمني. اديت لها الكاميرا؟ لا لسه الكاميرا، اصل الكاميرا عند عربيتي، لان نسيتها لما رحت اخورها. بقول لك ايه، ما تلخمنيش الله يخليك، سيبيني بقى عشان كفايه.